بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تركيا ماذا بعد، وأرحب بمحاوري فوزي زاكر أوغلو وبضيفنا الأستاذ أحمد تيناوي عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري. احنا نتكلم عن تركيا ماذا بعد، ماذا يجري في تركيا وانعكاسات الواقع التركي وتأثيره على الواقع العربي وعلى الثورة السورية بشكل خاص. قبل أيام زار تركيا الرئيس نائب رئيس أمريكا، وكان له لقاء مطول مع رئيس الجمهورية التركي، ولقاء أيضا مطول حتى اضطر لتأخير سفر إقلاع طائرته بسبب هذه الاجتماعات المطولة. الموضوع طبعا الموضوع الأساسي هو سوريا، يعني الزيارة كانت لتركيا، ولكن المواضيع التي تمت مناقشتها هو ما يخص يعني سوريا بشكل مباشر. قيل أنها هي زيارة من أجل الضغط على تركيا للقبول بحزب البيادي أن يكون على طاولة المفاوضات من أجل الحل السلمي، وقيل أن تركيا تحاول إقناع أمريكا يعني بما تراه من حلول يعني مناسبة أو حلول من أجل حل الأزمة السورية، علما بأن يعني أمريكا دائما كانت لا يعني يعني رؤية أمريكا لا تنطبق مع ما تطالب به تركيا، خاصة طالبت بالمنطقة العازلة أمريكا لم توافق. اليوم تركيا تطالب أن يعتبر حزب البيادي هو حزب إرهابي، بينما صرح بايدن هنا في تركيا أننا لا يعني قد تكون رؤيتنا تختلف عن الرؤية التركية، وقال أن تركيا حاولت في يوم من الأيام أن تجري صلح يعني وسلام مع حزب العمال الكردستاني، وحزب البيادي يختلف عن حزب العمال الكردستاني. بعدها جاء تصريح صراحة الرئيس الجمهورية التركي أن هناك قوى ودول يعني تحاول أن تمنع تركيا من أن تأخذ دور مؤثر وفاعل في ما يجري في المنطقة. إذا بدأنا مستاذ فواز، يعني اليوم ماذا تقول عن هذه الزيارة وما يجري في سوريا؟ يعني في الحقيقة يعني لم تكن زيارة مفاجئة، كان مخطط لها، لكن الذي حدث أنه المباحثات مع المسؤولين الأتراك، أولا بدأ الزيارة بلقاء مع كثير من المثقفين الأتراك الذين يعني بالحقيقة أصدروا بيانا في موضوع الذي يجري ما يجري في جنوب شرق تركيا، وبما يعني عمل معهم مقابلات طويلة، لقاءات طويلة، ومن ثم اجتمع مع رئيس الجمهورية في قصر يلدز ومع رئيس الوزراء. ما تسرب عن هذه اللقاءات بأنه لم يتنازل كثيرا نائب رئيس الجمهورية، نائب رئيس أمريكا لم يعطي أي تنازلات، لكن تركيا أو يعني وضعت شروط صارمة، وخصوصا من ناحية مشاركة البي دي في مفاوضات السلام في جنيف، لكن أو يعني وحتى الأمس لم يكن هناك أي شيء يعني أكيد على الموضوع هذا. بالأمس يعني تأكد بعدم توجيه الدعوة لصالح مسلم سكرتير عام البي دي، وحتى بالأمس مساء صرح وزير الخارجية بأنه في حال مشاركة البيادي في مفاوضات جنيف فأن تركيا كدولة داعمة لسوريا ستنسحب من هذه المفاوضات وستقاطع هذه اللقاءات. يعني تأكد بالأمس عدم توجيه الدعوة لصالح مسلم. لا ندري إن كان هناك حتى الآن أي شروط أخرى وضعتها تركيا أمام نائب رئيس أمريكا، لكن الشرط الأول تحقق حتى الآن، عدم مشاركة البيادي. قد تكون يعني كتحليل سياسي أقول بأنهم عندما وجدوا بأن تركيا لن تتراجع عن هذا الشرط، وأنه عدم مشاركة تركيا في هذه اللقاءات يعني تجعل المفاوض عن المعارضة، المفاوضين عن المعارضة ستجعلهم يعني قد ينسحبوا أو على الأقل قد لا يشاركوا بفعالية، فلهذا يعني تراجع
ديمستورا وعن يعني طلبه المشاركة أو مشاركة صالح مسلم، شيء يعني ممكن نقول إن هي خطوة إيجابية في ظل خطوات كثيرة سلبية. طبعا أثناء وجود أستاذ أحمد في تركيا يعني صرح يعني جملة، قال قد نستخدم القوة العسكرية إذا لم نصل إلى حل سياسي. عن حل سياسي. بعض البعض تلقفها أنها يعني ربما أمريكا أن أمريكا تلوح يعني بالقوة العسكرية ضد ما يحدث في سوريا ضد النظام. لكن اجتماع وزير الخارجية كيري مع السيد رياض حجاب سمعنا من تسريبات خاصة السيد منذر ماخوس أن هناك يعني ضغوط على الهيئة، هيئة العليا للتفاوض، بأن عليكم الذهاب إلى والحضور وإلا ستفقدون دعم الأصدقاء. يعني وجاء تكذيب أيضا أو تصريح أو نفي يعني أو توضيح لهذه العبارة من البيت الأبيض أن هذه يعني ليست متعلقة بالنظام إنما هي من أجل داعش. وهذا ما شاهدناه من الموقف الأمريكي اليوم خلال 5 سنين. يعني حتى أثناء يعني تدريب أن كانت هناك خطة لتدريب المعارضة السورية المعتدلة أيضا، لكن أمريكا اشترطت على هؤلاء المتدربين أن يكون هناك تعهد بأن لا يقاتلوا إلا داعش، بينما تركيا تعتبر أن اليوم النظام وداعش والبيادة أعداء لها في سوريا. الموقف الأمريكي يعني هل بدأ يعني يتوضح يعني اليوم بضغوط كيري على الهيئة أم يعني لا يزال هو غامض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني أنا سأنطلق من نقطة لابد من أن تكون أساس للنقاش، منطلق لا أعتقد أن المتفحص في التاريخ سواء كان تاريخ القديم أو الحديث أو المجريات التي تحدث على الساحة يظن ويشك للحظة واحدة بأن مصالح الولايات المتحدة وغيرها من الدول أن تتوافق مع مصالح الشعوب أبدا. هذه واحدة، فمصالحها هي بعكس مصالح الشعوب، لذلك لن تكون مع الشعوب، وخاصة الشعب السوري حقيقة. هذا ما لمسنا الحال يختلف عن المقال وهو أصدق من المقال. لا يكفي أنا أذكر من 2012 وكلنا يعلم أن هذا السيد باراك أوباما قال إنه هذا الرئيس يقتل شعبه. هل هناك إرهاب أكثر من أن يقتل إنسان شعبه مو يقتل غيره مثلا أو عدوه وفقد شرعيته وإلى آخره؟ طيب استخدام السلاح الكيماوي. طيب النتيجة أننا وفي الأيام القليلة الماضية بتنا نسمع أنه ليس له هذا الطاغية المجرم ليس له يعني مكان في مستقبل سوريا البعيد، يعني له مكان في مستقبل سوريا القريب يعني. فهذا إقرار ولما يفعله، وهذه واحدة. المسألة الأخرى محاربة الإرهاب وكذا، ممكن أن يساعدنا النظام في حرب الإرهاب والأمور التي كانوا يروجون لها. طيب أنتم قلتم أنه هو يقتل شعبه، أنا لم أسمع بتصريح واحد ولا من أي دولة في المجتمع الدولي تتهم أو تصف هذا المجرم الطاغي بأنه إرهابي مع أنهم صرحوا بالقتل. هذه واحدة. المسألة الثانية قضية بايدن والتصريح الذي صدر عنه ثم عاد عنه، يعني بين وبينك رح أقول بالعامية ما ضابطه. هو الذي قال إنه إذا لم تحل الأزمة السورية بالحل السياسي إذا نلجأ إلى القوة العسكرية. ما دخل داعش في الحل السياسي أصلا؟ يعني الأصل هو داعش، ما له علاقة بالحل السياسي. فهذه مسألة تانية. حتى الضغوط إجابة على ما تفضلت به التي يعني تناولها الإعلام كثيرا من أن جون كيري مارس ضغوط بكذا وكذا وكذا ثم بعد ذلك
خرج تصريح أو بيان من البيت الأبيض أو من مايكل رايتني يوضح في النقاط التي فهمت على أساس أنها يعني أنها ليست ضغوط وكذا. لا أعتقد أن يعني رجل بمثل جون كيري اللي هو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية يعني يخطئ هكذا أخطاء أو يعني 4-5 بنود 6 بنود يعني يعني الواحد ممكن تتفلت منه كلمة يعني هكذا. هذا يتحدث عن السياسة الأمريكية ككل. هذه مسألة ثالثة. أنا سأختم بس أقول وبكل يعني شفافية ووضوح، منذ أن خرجنا في الثورة السورية من بداية قلناها لأننا نعلم، نحن الشعب السوري شعب واعي وشعب فهمان، ما إلنا غيرك يا الله حقيقة، ما إلنا غيرك يا الله. هذا كله، هذا الدعم الكلامي أن يدعمني كلاميا في وجهي ويدعم عدوي. أنت قلت هل من الممكن للمنطقة العازلة أن تتحقق لطالبت فيها تركيا؟ الشعب السوري يموت أمام مرأة أهل الأرض وبدهم. أخي لا تعطونا سلاح جو مضاد للطائران، أعملوا حظر جوي أنتوا، مو نحن لك أنتوا، وأنتوا تستطيعون، وأنا وأنت وجميع من يسمعون الآن السادة المشاهدين يعلم أن الولايات المتحدة لو أنها تريد أن يقف هذا الطاغية المجرم عن قصف المدنيين بهاتف واحد، حتى ما بيرفعوا التليفون كمان، وقفوا وقفنا، نحن نعلم ذلك، وهم يعلمون أننا نعلم ذلك، وهذه قمة ال... لا أريد أن أتكلم على الشاشة يعني أصف في الصفات. نعم. طبعا يعني منذ بداية الثورة يعني صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية في يوم من الأيام أن المجلس الوطني يعني لم يعد صالحا للاعتماد عليه أو التعويل عليه أو أن نمشي معهم نكمل معهم المشوار. فتم يعني في ليلة وضحاها إلغاء المجلس الوطني وتشكيل الائتلاف. الائتلاف اليوم أيضا طالبوا بتشكيل توسيع الائتلاف وتشكيل هيئة، تم تشكيل هيئة واعترفت يعني الأمم المتحدة اجتمعت وقررت يعني أثنت على ما حدث في الرياض من اجتماع، ومن أنه هذه الاجتماع ضم كثير وكل يعني المعارضة السورية. اليوم كيري يأتي بهذه التصريحات، وسمعنا نحن سابقا يعني فورد يعني عندما كان هو المسؤول عن الملف أنه قال أكثر مرة يعني يجب أن تجلسوا على الطاولة، وإلا نحن ليس لا يهمنا أن يموت من الشعب السوري كل يوم يعني 100 شخص. أيضا يعني رغم أن تركيا تعتبر هي الحليف على أساس يعني الكلام كمان يعني بالنظرية أنه هي الحليف يعني الوحيد تقريبا بهذه المنطقة أو الأهم يعني بهذه المنطقة لتركيا، بينما نجد التصريحات شيء والتنفيذ على أرض الواقع شيء آخر. يعني حتى أثناء الأزمة ما بين تركيا وروسيا يعني تم سحب يعني صواريخ الباتريوت يعني في نفس الأزمة. اليوم تركيا تقول أنه هذا عدوي، لا يقولون هذا ليس عدو، ويحاولون أن يعني يكون على طاولة المفاوضات، وهناك محاولات لإقامة يعني قاعدة عسكرية مع البيدة. كل هذا يقودنا صراحة إلى يعني موضوع يعني يتعلق بالتفريغ السكاني. اليوم يعني هناك محاولة للضغط على تركيا لتقبل بتشكيل أو القبول بوجود قوة كردية على حدودها. يعني إذا بدأنا من هذا الشق، يعني هذا أولا بداية لتقسيم سوريا أم بداية لتطهير منطقة في سوريا، جزء من سوريا من سكان، ويعني اختصار هذه المنطقة على جزء. يعني هل أنا نستطيع أن نقول أن يعني محاولات البيدي أو ما قام به البيدي هو يعتبر مكمل لما يقوم به النظام من تطهير عرقي؟ سأتكلم عن من أو سأبدأ من طرف آخر. لماذا يعني تهتم أمريكا بالتوافق مع القيادة الإيرانية على عكس يعني أو
ولا تهتم بالتوافق مع قيادات أخرى سنية. إذا أنا رأيي إذا استطعنا أن نوضح هذه النقطة نستطيع أن نفهم لماذا تحاول أمريكا التوافق مع البيادة. القيادة الإيرانية وعلى حسب المذهب الشيعي تستطيع أن تأمر فتطاع. القيادة السياسية تستخدم المذهب الشيعي لتأمر أتباع هذا المذهب، فيعتبر هذا الأمر من القيادة كأنه أمر من الله بشكل مباشر فتطاع، ولا ترى أن هناك أي اعتراض على هذه الأوامر مهما كانت غير عقلانية. هذا يجعل أمريكا تفضل أن تتعامل مع هذه القيادة بطريقة ما. إذا وصلت إلى حل فمعنى هذا أنه لن يكون هناك أي اعتراض في هذا. نفس الأمر كان مع القاضي في البلاد العربية ما قبل الثورات العربية التي حدثت في العوام الخمس الأخيرة. كانت يعني تحاول أمريكا، أو عندما تأمر أمريكا حسني مبارك بأي أمر كان ينفذ ومن دون أي مناقشة ومن دون أي اعتراض. وبلاد أخرى الآن في سوريا، إذا تكلمنا عن المعارضة، ما الفصيل الذي تستطيع أن تعتمد عليه أمريكا من دون، وإذا وصلت معه لأي اتفاق كان بالزايد بالناقصة وينفذ حرفيا الاتفاق؟ لا ترى غير البيادين. الفصائل الأخرى، وهذا يعني مما يدخل السرور إلى قلوبنا بالحقيقة، لا تقبل الشروط الإملاءات الأمريكية الخارجية، تحاول أن تجد حل يعني يرضي الطرفين، لكن لحد الآن أمريكا والغرب لا يجد فيها هذه التشكيلات، إن كان بدءا من المجلس الوطني إلى الائتلاف إلى ما بعد إلى مؤتمر الرياض. هذا يجعل أمريكا تذهب إلى البي دي، تتفق مع البي دي بطريقة ما، وتجعل السلطة أو السيطرة للمناطق، أي مناطق هو تحت البي دي، لأنها تستطيع أن تعتمد على البي دي. من ناحية هذا شيء يعني إيجابي، لا يحقق من ناحية أيضا يعني طموحات وآمال البي دي والأكراد بشكل عام. ما هذا لا يهم أمريكا. أمريكا لا يهم إنه عندما تتفق مع البي دي على أي شيء أن بالأخير تنفذ الاتفاق. لكن إن كان كبر البي دي الآن، إيران تسيطر على كثير من، تسيطر على العراق بشكل كامل تقريبا، على مناطق أخرى الآن في البحرين، فهناك سيطرة جزئية، هناك في لبنان سيطرة أكثر من جزئية يعني عن طريق حزب الله، في اليمن مع الحوثيين. فعندما يتفق أمريكا معهم بالحقيقة تستطيع أن يعني تسيطر بطريقة غير مباشرة على هالمناطق التي تسيطر عليها إيران، وهذا مما يجعل أمريكا أن تحاول يعني أن التخلي عن التشكيلات الأخرى بما فيها الائتلاف، بما فيها الهيئة العليا للمفاوضات وهيك، أو أي تشكيل آخر. هذا شيء بالحقيقة يعني إيجابي يسرنا من طرف ويحزننا من طرف آخر، لأن هناك من يريد أو من يقبل على نفسه أن يكون يعني عميل مباشر لدولة. وأنا لا أتهم الأكراد بشكل عام، أنا أتهم فصيل واحد من هذه من الأكراد وهو البي دي. إصرار أمريكا الذي هو بالحقيقة يعني الذي صرح بهذا، هو بالحقيقة ديمستورا أنه يريد أن يعني يشارك بي دي صالح مسلم في هذا المؤتمر، لكن أو في هذه المفاوضات، لكن الهدف من وراءه بالحقيقة اللاعب من خلف الستار هي أمريكا، تريد أن
يعني تضخم البي اي دي، تجعل السيطرة أكبر للبي اي دي، بحيث أنه تستطيع أن تمرر ما تريده في هذه المنطقة. لكن يعني وبسبب عدم موافقة تركيا اضطرت أمريكا للتراجع خطوة، لكن هل هذا سيستمر كثيرا؟ كم تستطيع تركيا أن تقاوم هذه الضغوطات؟ لا ندري. وتركيا احتجاجها فقط على غرب الفرات، يعني هذا اعتراف أو قبول ضمني أنه شرق الفرات يعني قد تكون يعني هذه القوة متواجدة وقد تستطيع تنفيذ ما هي يعني تعترض على يعني أن يسيطر البيادية على غرب الفرات، لكن ليس اعتراض على أنه هي يعني فقط منظمة إرهابية في غرب الفرات. يعني البيادية بشكل عام في كل مناطق سوريا تعتبر تركيا منظمة إرهابية، حيث أنه في توافق، ويعني بالحقيقة هو جزء من البيكاكا، من البيكاكا اللي هو حزب العمال الكردستاني، هكذا تعتبر تركيا كحكومة كدولة، هو منظمة إرهابية إن كان في غرب الفرات وإن كان في شرق الفرات. لكن قطعا لن تقبل، أو على الأقل حتى الآن تصريحات التركية بأنها لن تقبل بأن يعني يسيطر البيادية على غرب الفرات. لكن هل تستطيع تركيا أن تمنع تمدد البيادية إذا دعمته أمريكا للتمدد غرب الفرات؟ أشك. أستاذ أحمد، الآن يعني أنا كنت أقول أنه دائما الثورات العربية يعني هي بدأت بشكل عفوي، هناك احتقان لدى الشعوب العربية. يعني في بداية الثورة كان يسألني بعض الأتراك يعني وين كنتوا نائمين أنتوا طول هالفترة، كنت أقول له لا، لم نكن نائمين ولم يكن الشعب العربي نائم. يعني كانت هذه الشعوب يعني لا ترى بصيص أمل، كان هناك ظلم، كان هناك إجرام، كان هناك في يعني سجون، ولكن لم يكن أحد يرى أنه ممكن أن تقوم ثورة. شخص وصل لدرجة الإحباط، يعني قمة الإحباط، فأشعل نفسه فانطلقت الثورة. أنا أقول أنه حتى هذه فاجأت صراحة كل القوى الغربية وكل حتى المراكز الاستخباراتية تفاجأت بهذه. لم تستطع أن تقف بهذا الموج، أمام هذا الموج، فسمحت له. يعني مصر، تونس، صار تغيرات، لكن عندما جاء الدور إلى سوريا يعني قالوا أن سوريا هذا لا يمكن أن نسمح بما حصل في تلك البلاد. لكن المشكل يعني المدمي والمخيف أن اليوم في سوريا يعني مصر لم يحصل هناك أي تهجير سكاني، لم يحصل هناك أي يعني كل مثل هذه الإجرام، لا يوجد هناك مشروع لتقسيم مصر. أيضا تونس نفس الشيء، وإن كان هناك في ارتداد للثورات طبعا. ليبيا رغم ما يحدث اليوم لا نرى ما يحدث بسوريا، إلا سوريا اليوم يعني هناك حرب طبعا خرجت من سيطرة السوريين وأصبحت يعني حرب دولية. لكن اللي يحصل احتلال روسي، والاحتلال روسي والكل ساكت عن هذا الاحتلال. يعني اليوم منذ بداية الثورة كانت هناك يعني محاولات من قبل النظام، يعني بدأها بالحولة وبالقصير، يعني كانت هناك عمليات إجرامية ولتأجيج النزعات الطائفية، فتم تفريغ مدن وقرى، بدأت من مصر، من حمص، من ريف حمص، وكأن هناك كان يعني مخطط يرسم لتقسيم سوريا. يعني كنا نستبعد انه تقسيم سوريا، لكن اليوم وصلنا الى منطقه روسيا تحتل قسم كبير، يعني قسم جزء اساسي. اليوم ما تم من استعاده بعض المناطق في ريف اللاذقيه، ايضا الحزب العمال الكردستاني البي اي دي يحاول ان ياخذ جزء من سوريا، وكأننا قادمين الى يعني تهجير وتفريغ سوريا من سكانها الأصليين. يعني معروف أن سوريا يعني السكان السنة العرب، يعني تكلمنا عن السنة العرب، هم الغالبية 74-75% يشكلون سكان سوريا. اليوم لدينا يعني أكثر من 6-7 يعني ملايين مليون نازح، يعني غير يعني هؤلاء يعني نزحوا أكثر من مرة، يعني نزح من حمص إلى إدلب، من إدلب إلى من حمص إلى الدير، من الدير من يعني أزح أكثر من مرة. المدن مدمرة، وهذا التفريغ السكاني هل هو جزء من المخطط يعني لي يعني تغيير سوريا إلى يعني ما لا نهاية؟ يعني أنا بعتقد إنه ما في اثنين بيختلفوا على هذا الأمر. هذا يذكرني ب
التاريخ، تاريخ فلسطين، على ذكرك المذابح بتذكر مذابح دير ياسين وكفر قاسم، تم تسريب صور منها، من الذي سرب؟ يعني عندما تدخل هذه القوات على قرية مثل دير ياسين، مين بيسرب التصوير؟ مين اللي عم يصور أصلا؟ وهذا ما فعله هذا النظام المجرم منذ بداية الثورة السورية، هذه العبارات والشعارات وهذا القتل والوحشية في القتل والتقطيع الأوصال وكذا، هذا كله حتى الناس تخاف على نساء أو أعراضها ثم تقوم بالتهجير، هذا متفق عليه. عدد سكان سوريا 23 مليون قبيل الثورة، كان 22-23 كان في منهم 16 مليون سني تحديدا، الآن العدد 8.5، يعني هجر نصهم. عدد الأقليات كان 8، يعني صاروا قد بعض. هلا بعد فترة بعد هذا القصر التجنيس هذا غير التجنيس، الآن بنحكي عن السكان الأصلي. شدة تانية كل يوم بتعرف بالآلاف عم ينزح وعم يهجروا، لح تصير السنة أقلية في سوريا 2 مليون مثلا وكذا، وبالتالي يتحقق الحلم الصهيوني. نحن لا نرى، مثل أنا وأيد الأخ الكريم على قضية إيران ودورها، حتى دورها التاريخي في كلمة خلينا نقول كنترول، التحكم والسيطرة على اللي تحت سلطانها في أي أمر تأمر به. التاريخ بيقول ما هو دور هذه الملة وهذه الفئة في التاريخ العربي أو التاريخ الشرق أوسطي أو شيء، كان دور مدمر، كان دور يخدم يعني خليني أقول مطامع الاحتلال الصهيوني التوسعية، وكان دائما هو يفل من عزيمة وقدرة هذا المجتمع العربي السوري أو المجتمع خليني أقول الشرق أوسطي كله على النهوض، سواء كان بشرق إيران اللي هو أفغانستان أو كذا أو غربها أو شمالها. بالنسبة لقضية أنا بدي بس أعقب مسألة بسيطة جدا، حتى الآن لم يصدر أي تصريح من المجتمع الدولي، رح أقول لك أن المجتمع الدولي قديش خدم الثورة السورية أو الشعوب العربية، حتى الآن لم يتم وصف العدوان الروسي بأنه عدوان أصلا، بيقولوا القوات الروسية قصفت مواقع المعارضة، ما عم يجيبوا ذكر الشعب السوري، ما عم يجيبوا ذكر سيادة الشعب السوري على أرض وضع. وهذا القتل الذي يعني باليوم الواحد مئات الغارات في على عموم يعني الشعب السوري. المسألة الثانية أنا أريد أن أذكر 70% أو 80% من الذين قتلتهم هم مدنيين، طبعًا قصفت طبعًا مدارس، قصفت أفران، قصفت. أنا أقول متى، إذا كنت أنت يعني تحفظ، أو هل تذكر مرة واحدة أن المجتمع الدولي في حتى في منظمته الأممية أو غيرها مرة واحدة قام بدور فيه مصلحة الشعوب؟ مرة واحدة أنا يعني أنا أستمع بكل آذان صاغي إذا كنت تحفظ، أنا بحكم اهتمامي في التاريخ لم أرى ولا حتى قرار واحد، ما قرار في مصلحة ولا شيء أبدا، ما استفدنا من هذه المنظمة الأممية ولا من المجتمع الدولي، ما فيه مصلحة بداية من أيام الكذب، شو بسموه وقت التربيلة ونحن صغار، مفاوضات حسين مكماهون إذا بتذكروا، سايكس بيكو وسان ريمو وهالأسماء هاي، هلأ عم تتكرر، كيري، مايكل رايتني، شايفة عم تكرر الأسماء، نفس الأسماء على تقسيم جديد. هلأ عمل دولة للأخوة الأكراد في الشمال الشرقي لسوريا، ودولة للعلويين في على الساحل السوري، وبعض الجيوب هكذا لهالسنة في الداخل، ويعني قسمت سوريا كما قال ذاك الصهيوني، قال لن تعود سوريا كما كانت، سوريا انتهت من الوجود،
كما العراق. يعني صار في عندك تقسيم مثل ما حكينا، تقسيم جديد، واقع جديد، ما عاد في شيء اسمه سوريا وما عاد في شيء اسمه عراق، وهذا هذا التغيير الديموغرافي. في الزبداني التهجير لم يقف حتى الآن. منطقة مضايق أنا من الزبداني، ما عاد في من أهل الزبداني في مضايق إلا الربع، وأهل الزبداني كلهم هجروا. هلأ رايحين على من عند أوس مضايق لعند كازية السعيد، يعني هذا بيسهل المضايق هالشريط هذا حد مفرق نبع بردة وكذا. أنزلوا السكان من 4 أيام إنه خلاص أخلوا، كمان أخلوا يعني فرغ البلد كلها من أهلها وعمل تغيير ديموغرافي جديد، جيب أهل البقاع من جماعة حزب الله وكذا خليهم يسكنون. بتعرف القرى محاذية علي النهري وبعلبك ورياء وكذا، القرى الحدودية نجيبهم وسكنهم هون، نعطيهم فيلات وقصور، يعني شو بتن أحلى من هيك. وسهل الزبداني اللي موتوا. هذا التغيير الديموغرافي أنا أقول لهم لا يمكن أن يستمر هذا الأمر إلى ما لا نهاية، لا يمكن، والعواقب وخيمة. وأنا أطمئن، أنت تفضلت بمقدمتك وحكيت أنه عملوا المجلس الوطني ما مشي حاله، عملوا هم يحاولون أن يركبوا الثورة السورية منذ بدايتها وما بيستطيعوا، ما قدروا على المجلس الوطني عملوا الائتلاف، ما قدروا على الائتلاف عملوا هلأ بدون ما بيقدروا عليها تمييع الأمور، ما بيقدروا عليها، بيقوموا بيرجعوا على الشعب السوري. شعب ذو عزة وكرامة وأنفة، ليس المهم أن أقطف أنا وأنت ثمار ثورتنا، ممكن الثورة تطول، مو المهم مين نقطف الثمرة، المهم أنا أكون على الطريق الصح، المهم أكون أنا على الطريق الصح على ثبات. نعم طبعا نحن الوقت دائما يعني يداهمنا. انتهى المحور الأول في بداية في نهاية هذا المحور. أشكركم جزيل الشكر، وأنا يعني أتمنى أنه تجمعنا يعني الحلقات القادمة، هناك مواضيع كثيرة يجب أن نتكلم بها، وأنا أرى أنه الآن الأوان أن نتكلم بكل جرأة وبكل شفافية وبكل وضوح، على الأقل حتى تعلم الشعوب، حتى تعلم الأجيال القادمة ماذا يجري، حتى هم يستطيعون أن يعني يستمروا برفع هذه المسيرة والاستمرار في هذه الثورة، وصراع الحق والباطل هذا يعني مستمر إلى قيام الساعة. أشكركم جزيل الشكر، وأعزائي المشاهدين فاصل ونلتقي. هل ترغب بأن ترسل رسائلا للأهل في سوريا؟ هل تواجه صعوبة في التواصل مع الأصدقاء؟ أرسل رسالة مجانية على الواتساب إلى قناة الجسر الفضائية، وسنقوم بعرضها على شريط الرسائل من 1 ظهرا حتى 6 مساء. أرسل رسالتك عن طريق الواتساب على الرقم. أعزائي المشاهدين أرحب بكم من جديد، وأرحب بالمعلمة والتربوية نداء أم حسام. في تركيا حصل الاجتماع مع رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان مع الصحفيين السوريين. بعد الاجتماع تناولت يعني مواقع التواصل الاجتماعي صورة شاب وهو يأخذ صورة سيلفي ورئيس الجمهورية التركية خلفي، يعني احنا كمان اعتبرها يعني لا تليق بهذا المقام ومع رئيس الجمهورية يجتمع مع صحفيين سوريين ليعبروا عن آلام السوريين الموجودين، أكثر من 1.5 مليون مواطن سوري، ونقل شكاويهم وآلامهم. هذا موضوع. والموضوع الثاني أن أحد الصحفيات، وهذا ما يخص يعني المعلمة والناحية التربوية، أن هناك أحد الصحفيات يعني طالبت رئيس الجمهورية بأن يمنع المدرسين السوريين من التدريس في المدارس السورية الموجودة في تركيا بحجة أنهم متطرفين ويجبرون البنات على ارتداء الحجاب. أولا أنا بدي أتكلم أو بدأ معك أستاذ فواز، اختيار هؤلاء الناس الذين يلتقون يعني مع رئيس الجمهورية،
وهل نحن كسوريين لم نستطع حتى الآن من يمثلنا كل يعني مهنة من يمثلها أو كل فريق أو هل لا نزال نحن متفرقين كما نحن متفرقين بالداخل يعني؟ يعني أظن في الأسبوع الماضي أو الأسبوع قبل الماضي تناولنا هذا الموضوع وقلنا بأن ليس هناك من جهة تمثل السوريين في تركيا أو في أي بلاد أخرى، والسبب أظن أنه السوريين قبل وقوع هذا الحادث والسبب هو نفس السوري. يعني للأسف هناك تجاذبات سياسية اجتماعية كثيرة ما بين السوريين، لا يحاولوا أن يلتقوا حتى على المشترك الأصغر. كان هناك بعض يعني الخطوات العملية لجمع السوريين أو يعني على الأقل جزء غير قليل منهم، لكن مع الأسف كل هذه الخطوات يعني باءت بالفشل بسبب وجود حسد ما بين السوريين، عدم موافقة على وجود الآخر بطريقة ما، وللأسف هذا المرض موجود حتى الآن. بالنسبة للاجتماع الذي حدث مع رئيس الجمهورية، يعني لا أحد يدعي بأنه من دعي هو من يمثل الصحفيين، دعي صحفيين معينين، الدعوة جاءت من قبل رئاسة الجمهورية للوقوف على يعني مشاكل الصحفيين، وخصوصا من بعد يعني الزوبعة التي يعني رأيناها في يعني مواقع التواصل الاجتماعي عن حول يعني منع السوريين أو الصحفيين من دخول وخروج إلى سوريا وضرب و فتم تأمين هذا الاجتماع. حدث هناك يعني نقطتين هامات، أظن أن التركيز كان على هذه النقطتين أو حتى نقطة أكثر من الأخرى. موضوع السيلفي الذي يعني التقطه رامي جراح، وأنه الكثير أعابوا عليه هذا العمل. شخصيا لا أوافق على هكذا عمل، وخصوصا يعني في يعني عند في مجلس دعي إليه، يعني هذا المجلس لو أنه لا نقول عن رئيس الجمهورية وأنك ذهبت إلى يعني ضيف آخر، ضيف في بيته، يعني لا تجد لنفسك الحق في أن تقوم بهكذا يعني التقاط صورة سيلفي، وخصوصا غير يعني غير لائقة. لكن لا يتعدى الأمر أكثر من هيك، يعني الكثير منهم كبروا الموضوع لأنه هو يعني إهانة للرئيس، أو أن يعني كثير اعتبروها هي إهانة حتى للشعب السوري بأنه هو مثل الشعب السوري هناك. لم يذهبوا الشخص أو الأشخاص الذين ذهبوا لم يذهبوا كممثلين عن الشعب السوري، ولكن هو كونه يعني سوري، هذا يعني أنا لا أوافق شخصيا، لا أوافق على هكذا، وأنه يعني عمل معيب، لكن ليس أكثر من هذا، يعني لا نحمل الموضوع أكثر من ما حمل. لكن في المقابل موضوع الصحفية يعني التي طالبت الرئيس بأن يعني يضع اليد على موضوع التعليم، يعني كنت شخصيا أتمنى بأنه لو أنها طالبت الرئيس بأنه يعني يضع اليد على غير يعني مشاكل موجودة في العمل التدريسي التعليمي للسوريين في تركيا. هناك كثير من المشاكل الكبيرة، هناك عشرات الآلاف، بل ممكن أن نقول أكثر من عشرات الآلاف من الأطفال الذين أصلاً لا يذهبون للمدارس، يعملون في الخارج، يحاولوا أن يساعدوا أهاليهم. ماذا عن هؤلاء؟ يعني يضع اليد على موضوع مثلاً صحيح، يعني إذا كان هناك أي شيء من هذا القبيل، إجبار البنات على الحجاب أو كذا، يعني ممكن، لكن هناك مشاكل أكبر بكثير مما ذكرته الصحفية. طبعا نحن لم نسمع يعني ماذا نقلوا لرئيس الجمهورية، ماذا قال لهم رئيس الجمهورية، يعني وهذه مشكلة السوريين، نحن يعني نبخل بالمعلومة عن بعضنا. يعني اليوم ما يجري وراء الكواليس، الائتلاف وكله، يعني عانينا من وراء أنه اللي يملك معلومة لا يذهب ويشرح هذه المعلومة للشعب أو لمن حوله مع الأسف الشديد. لكن الذي أنا يعني أزعجني وآلمني صراحة بشكل أنه يعني ثورة تقوم من أجل الحرية، من أجل الكرامة، من أجل الشرف، من أجل ونرى صورة طفلة، يعني طفلة من بنات الشام وهي تحت الأنقاض،
الله تحت الأنقاض وتقول عمو لا تصور لستم ماني محجبة. أنا قارنت ما بين يعني تصرف هذه الصحفية وما بين تلك البنت التي أعتبرها هي رمز الثورة السورية والفتاة السورية. لكن كتعليم اليوم هل هذا الأمر صحيح موجود في المدارس السورية بكونك أنت معلمة في أحد المدارس في مدينة إسطنبول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التعليم هو رسالة، هو مهنة، هو مهنة نشر الفضيلة والأخلاق والعلم. المعلم هو المربي الذي يربي الأجيال لطريق الصواب والحق، أليس كذلك؟ صحيح. ويعلمهم ماذا يفعلون عندما يكونون في مستقبلهم، أي ينشئ لهم جسوء بدايات المستقبل التي يرسمونها لأجل حياتهم المستقبلية. إذن والفضيلة والأخلاق لا يمكن نشرها إلا بالكلمة الحسنة الطيبة، ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فلذلك من أهم ما نحن نساهم به هنا في المدارس بالذات في تركيا أننا نمارس تلك المهنة. الرسالة هي رسالة وليست مهنة، لأننا صحيح. نحن كمعلمين تعلم أن أجورنا وكذا، نحن نكمل مشوار الذي خرجنا من أجله، مشوار الكلمة، وللكلمة شرف، وشرفنا في رسالتنا هذه. فهمنا الوحيد أن ننقل ما كنا محرومين منه، السعة في التعليم، السعة في النقاشات، السعة في الآراء، السعة في حرية التعبير. أنا في صفي هناك من هو مؤيد وهناك من هو معارض، هناك من هو يحبذ الدين ويحبذ أن يتحجب، ومنهم من ما يحب أن يمارس حريته الشخصية. أنت معلمة وأنا طبيب، نحن في هذه المهنتين الشخص الآخر لا يهمنا. لا تمام. معتقدهم ومبدأهم. أبدا أبدا. أنا في المهنة أؤدي أمانة الرسالة في التعليم بما هو مقرر في المنهاج، وإذا سألني الطالب عن هذا الحجاب الحجاب أبدا النصح والإرشاد. والإرشاد هذه رسالتي. فإذا سألني هل هذا فريضة أم واجب فأقول له، ولكن أبدا تدخل إذا دخلت إلى صفوف في المرحلة الثانوية عندنا في مدرستنا في كل مدارس التركية هنا، هي أنا لا أقول مدارس سورية، هي سورية وتركية وسورية والحمد لله نحن الآن تحت مظلة وزارة التربية الحكومة التربية وإحنا شاكرين لذلك، لأننا شعرنا بتلك المسؤولية المفتوحة أمامنا في أن نناقش طلابنا في أن نفهم ماذا يريدون. حرية التعبير هنا عندنا بشكل رائع لا تمارس، وأصلا يمنع أي توجيه قصري، لأننا مورس علينا في السابق. أنا أذكر منذ 20 سنة دخل إلى صفنا، كنت في المرحلة الثانوية، لذلك أقول لكم كيف يقارون الأحداث، وصفونا بأننا متشددين. دخل في تلك الأيام من 20 سنة كنت في الثانوية، دخل وفد من الحزب البعث الاشتراكي وكنا إحنا محجبات، فقال لماذا أنتم ترددون الحجاب؟ قلنا له لأن هذا فريضة عند الله الكتاب والسنة، فقال لا، وإنما هذا هو أمر جاء به الاحتلال العثماني عندما احتل بلاد الشام وأراد نشر الجهل والتخلف، هذه من أسباب التخلف. والآن جاءوا إلى تركيا لينقلوا أننا نحن متشددين ونحن نريد أن نزرع التشدد في صفوف أبنائنا. فانظر إلى استخدام المصطلحات، في السابق كان تخلف والآن تشدد. صراحة أنا عندي مدرسة يعني الأيتام، وأنا صح شخصيا أشجع البنات على ارتداء الحجاب، والتي ترتدي الحجاب يعني أقدم لها هدية خاصة حجاب وإشارب، ولكن حتى الآن لم نجبر أي فتاة، رغم أننا بلغنا عمر يعني حكما وفق يعني دينا يجب أن يتحجبنا، لم نجبر أي وحدة على الحجاب ويأتينا إلى المدرسة. نحن نشجعهم في الأعمال الحسنة، نشجعهم في حفظ القرآن، نشجعهم في يحتفلوا البنات فيما بينهم عندما في بعض الأوقات هناك يكون أحد تريد أن تتحجب فيعملون يقومون بحفلة لها، فهل هذا ممنوع؟ اليوم في مفارقات صراحة بهذا الخطاب. يعني أولا هي تطلب من رئيس جمهورية تركي أن يمنع المدرسين أنه يعني لأنهم يفرضون الحجاب، ونحن نعرف أن رئيس الجمهورية يعني عانى
يعني من حجاب بنته، من حجاب بنته يعني أرسل ابنته إلى أمريكا لتدرس، وهو يعني متعلق بها وصرح بذلك أنه عانى ومن الحسرة ومن الفراق، لأن الحجاب ممنوع، لأن الحجاب ممنوع في تركيا. هذا واحدة. ثانيا، اتهام المدرسين السوريين بالتطرف أو المتشدد. يعني اليوم أنا أيضا يعني كما يقوم لافروف باتهام كل من يعادي النظام بالتشدد والتطرف، يعني المشكلة يعني نتمنى أن تكون هذه يعني هذه العبارة قد وقعت سهوا، نتمنى، ولكن يعني السؤال يعني هل قامت هذه الصحفية بالشكوى؟ يعني هي الآن تشتكي إلى رئيس الجمهورية التركي بأن هناك يعني إجبار للفتيات على ارتداء الحجاب. طيب هل قامت بهذه الشكوى لوزارة التربية المؤقتة؟ هل لديها يعني إثبات يعني وقائع؟ طبيعي إذا عندما تكون تقدم شكوى عليها أن تكون هناك إثبات. ولا إثبات. هذا اتهام، هل هذا اتهام يعني كل هذا الاتهام كلها سهل؟ أسأل هل يحق لنا أن نرفع شكوى بشأن هذا الاتهام الباطل في شأن نحن كمعلمات؟ هل يحق لنا هذا؟ يعني أليس هذا من حق الدفاع عن أننا نرغم وأننا نتشدد؟ أليس هذا من حقنا أن نطالب بالاعتذار؟ أقل شيء أن تعتذر من معلمين. ولذلك ناديناك أن تكوني لتدافع عن المعلمين وتظهري الصورة الحقيقية للمعلمين السوريين. أنا أطالب أن تقدم اعتذارا مثلما وشت بالمعلمين وبرسالة المعلم المقدسة. أتعلم لماذا فعلوا هذا؟ لأن المعلم، نحن كمعلمين نحن جسر الوصل بين الطالب السوري ووطنه. فنحن عندما يسألنا ونجيب عليه بكل صراحة، عندما يقول لي لماذا أنا هنا، أقول له لأجل من ظلمك، لأن هناك من ظلمك وجاء بك إلى هنا. لماذا أنا لاجئ؟ لماذا أنا شريد؟ لماذا أنا غريق؟ أنا أصدقه القول لأنني صادقة مع طالبي ومع بني. فلذلك هم الآن يحاربون في ذلك، في هذا الأمر. ثانيا، لماذا هي عندما تقدمت بالشكاية إلى 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 إلى, إلى الحكومة التركية، لماذا لم تقدم له الرأفة وطلب الرأفة والشفقة بطلابنا الذين يعملون ليلا نهارا لتوفير أجرة مواصلاتهم؟ منه عندك أسر، عندها 5 أبناء وستة أبناء، لا تستطيع أن ترسل أبناء إلى المدرسة لأنها لا تستطيع أن تؤمن لهم مصروف المواصلات. الطفل الذي يعمل، أنا عندي أطفال كانوا ملتزمون في أول السنة، ولكن سألت فيما بعد أين أنتم؟ قالوا لي لا نستطيع أن نأتي إلى المدرسة لأننا نريد أن نساعد أهلنا لغلاء العيش. لماذا لم تتكلم عن ذلك المعلم الذي يتقاضى الأجر الزهيد؟ أجرنا زهيد جدا. لماذا هو لأجل نشر رسالته، لماذا لم تقل لهم بأن يقفوا معنا لأن نساهم في بناء هذا الجيل؟ لأن هذا الجيل الذي يعيش في تركيا هو بحاجة إلى تنمية ووعي. لماذا لم تتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصة الذي المرميين في البيوت المهملة؟ هناك أمور كثيرة لو أنها كانت تخاف على البنية الثقافية والرأي والحرية لكانت قد تقدمت بهذه المطالب إلى رئيس الطيب أردوغان. طبعا ايضا المفارقات، يعني انه نحن ندرك ونعرف ونفتخر صراحه يعني بتاريخ المعلمين والمدرسين السوريين. يعني هناك كثير من الاتراك، يرسلون ابنائهم الى سوريا طبعا. حتى ايام النظام كانوا يرسلون ابنائهم الى سوريا لكي يتعلموا اللغه العربيه من السوريين، من المعلمين السوريين والمدرسين السوريين. ما قام به المعلمين السوريين من دور في نشر العلم والتنوير والمعرفة في العراق وفي دول الخليج وحتى في الجزائر، يعني هذا دور يعني كلنا نفتخر به ومشهود وموثق. يعني اليوم النهضة العلمية في دول الخليج هم السوريين، قامت على أكتاف السوريين بشكل أساسي، ولا ننكر دور البقية من مصريين ومن أردنيين ومن فلسطينيين، ولكن السوريين كانوا هم الجزء الأساسي. أيضا المطالبة بكف أو بإبعاد السوريين أنا أعتبرها حرب على المعلمين السوريين. يعني إذا يعني جعلنا المعلم السوري بدون عمل اليوم، وهو الذي هو يشيع دائما المعرفة والثبات والإصرار وروح الأمل والتفاؤل، إذا يعني نحن جعلنا هذا المدرس بدون عمل وأحبطناه، معناها نحن قضينا على هذا النور، هذا الشيء المشع. صحيح، يعني ما قامت به الصحفية يعني عمل معيب،
كان يعني لو أنها أرادت أن توصل رسالة لرئيس الجمهورية رسالة صحيحة كان عليها أن تقدم الصورة الكاملة. صحيح أنه رئيس الجمهورية لديه صورة كأنها والله أعلم أوضح، حتى أنها لم تقدم أي صورة كاملة يعني كان عليها يعني أن تقدم الصورة الكاملة أن تقول بأن هناك مصاعب أمام الطلاب، هناك عشرات الآلاف من الطلاب لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة لأسباب كثيرة منها مادية، أهم مادية. كان عليها أن يعني تطالب يبني المدارس، بناء المدارس، نحن بحاجة إلى بناء المدارس. يعني أرادت أن يعني توصل رسالة خاصة، يعني قد لها مشكلة معينة، يعني رجع توصل مشكلة أصعب مشكلة. عفوا دكتور، أصعب مشكلة أنا عانيت فيها في التدريس، والله بكيت وبكيت إلى لا يعني بحالنا نحن كمعلمين وبحال ما نعاني من أجل طلابنا. هناك مدرسة لم يستطع أن يعني يكون دوامها إلا من عند الساعة الخامسة إلى الساعة التاسعة والربع. أدخل إلى الصفوف الساعة الثامنة أنا لأدرس أطفالي فأراهم نائمين، كم يزعجني هذا. هذا الطفل عليه أن يكون في نومه الساعة الثامنة وهو الآن يجلس على مقعد الدراسة إلى الساعة التاسعة تحت الثلوج. الآن تقدم أبناءنا تحت في هذا البرد يقدمون دراستهم وامتحاناتهم في الساعة التاسعة العاشرة يعودون إلى بيوتهم. كم هذا مؤلم لنا. أنا كمعلمة، أنا كأم، كإنسانة كنت أتمنى أن أكون مكان تلك هذه الصحفية لأقول لأشكر طبعا الحكومة التركية لما تقدم وأقول لهم ما زلنا نحن بحاجة إلى مساعدتكم، نحن بحاجة إلى الدعم النفسي والمادي والتعليمي وكل شيء، والحمد لله الأمور تسير بخير ولكن كله بنظام وعدل. نحن ننشر رسالة خير، نحن دعاة خير ولسنا دعاة تشدد أو كما يصفون. صحيح. اليوم طبعا يعني لدينا أكثر من 400,000 طالب سوري في تركيا وهي أفضل دول الجوار. أكثر من 400,000 طالب سوري جيل كامل محروم من التعليم. من أهم الأسباب هي عدم المقدرة أو مضطرين للعمل من أجل يعني مساعدة العائلة في المعيشة. يعني بالمناسبة الدولة التركية قدمت أو سمحت للطلاب السوريين بالالتحاق بالمدارس التركية مشكورة يعني الحكومية من دون أي يعني مصاريف ورسوم، كما الأتراك يعني لا يدفع الأتراك طلب الأتراك أي رسوم أيضا. سمحت لهم بهذا منذ السنة الأولى ومن يعني من أكثر من 4 سنوات. هناك الكثير الآن من الطلاب داوم 4 سنوات في المدارس التركية وهو الآن يجيد التركية بشكل جيد، يستطيع أن يتكلم التركية بشكل جيد. وسمحت في المدارس السورية في البداية بشكل غير منظم على أنهم سيتبعون مؤسسات معينة. كان هناك مؤسسة علم ومن ثم وزارة التربية المؤقتة. الآن يعني الحكومة للعلم فقط الآن. يعني وضعت أو الأحرى أجبرت المدارس التركية السورية على أن يكون لديها أو يكون هناك مدير تركي يعني لكي يعني على الأقل يكون صلة وصل ما بين وزارة التربية التركية والمدرسة السورية. هناك بعض المساعدات حسب ما علمي، هناك معاشات يعني للمعلمين السوريين في المدارس السورية لاحقة في الأيام اللاحقة إن شاء الله. يعني لم تبدأ هذه لا لم تبدأ إني الآن عن طريق اليونيسف يأتي المعاش. لا أنا أظن أن هناك بعض من الغيرة موضوع التعليم نناقش تصريح يعني بس للعلم يعني أن هناك أنا يعني أعتبره وشاية يعني أنا لذلك الاهتمام الوزارة التربية الحكومية المعلمين اعتاد الصحفيين في الدول العربية عندما يذهبون إلى قاعة سلطة من باب يعني التزلف أو من باب من لا أدري، ولكن أن يكون هناك تقديم شكوى على فئة تعليمية هذا لا يجب السكوت عليه وهو يعتبر يعني انقاص او على الاقل اذا لم نقل اهانه بحق المعلمين وسائل المعلمين السوريين. وهذا نحن اعتدنا عليه في تركيا من بعض وسائل الاعلام التي تعادي دائما ما يعني خاصه حزب العداله والتنميه من التقاط بعض الصور الجزئية وبعض التصرفات الشخصية وتضخيمها وتكبيرها، وكأن كل المعلمين السوريين متطرفين
ومتشددين، وهناك أن هذه مشكلة تعاني منها كل المدارس. هذا الذي نحن دكتور بس أردنا. ولكن هناك مدارس شرعية، هناك مدارس شرعية في حالها هي مدارس شرعية يلتزمون باللي حرب بعضهم وربهم بالحجاب، فهذه مدارس شرعية. أما المدارس العادية لا وجود لهذا الأثر أبدا، تلك حرية. ولكن أقول لهم كل ما أوجعونا ضربا وخناقا وحصا أوجعناهم صبرا صبرا وثباتا وإيمانا. يعني نحن نعرف علمينا السوريين صبرا يعني وثباتا وإيمانا بما يرضاه الله سبحانه وتعالى، ونمل الخير ونطالب بتقديم اعتذار لرسالة المعلم والمعلمين هنا المتواجدين في تركيا. أتمنى أن أتمنى ذلك أن تصل رسالتنا إلى الرسالة وأن تعتذر. صراحة يجب أن تعتذر وأن تأتي بالدليل. ليس من اختصاصها أن تقوم بهذه الوشاية، وخاصة بفئة يعني قدمت الكثير للثورة السورية وقدمت الكثير للمجتمع السوري، وأظن أنها هي يعني كان هناك كثير من هؤلاء المدرسين الذين درسوها للوصول إلى هذه الجامعة، ومقابلة ما كانت رئيس الجمهورية التركي، ولولا الدماء الزكية التي ما كانت وصلت يعني إلى هنا ما وصلت إلى هنا. أشكرك جزيل الشكر لك. وأشكر محاوري فوزي زاك الأولى، وأشكركم أعزائي المشاهدين، وأشكر الفريق العامل العامل، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.